الثانوية العامة هدية وهتعلم علينا. يلا بينا يلا 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 بينا. الثانوية العامة هدية وهتعلم علينا. يا اهلا حللت اهلا ونزلت سهلا. معقوله استاذ سيد العسوي عندنا دي المدرسه نورت؟ والله نورت. ده انا اول ما عرفت بحضرتك جبت استاذ محمود الوكيل بتاع المدرسه وجينا جري يا فندم. نورتني. ازيك يا ابراهيم؟ اهلا بيك. بس يعني لا مؤاخذه يعني في السؤال ده، يعني هو في حد بيجي يفتش يوم جمعه؟ ما انت عارف اصلا انا صليت الجمعه وكنت متعود دايما كل جمعه اعدي على المرحوم والدي. تعيش وتفتكر؟ لا هو مش متوفي وانا بحب حته الاستعطاف دي بس. فكنت فاضي وما عنديش حاجه، قلت اجي بقى اشوف قصه التطوير دي معاكم في التعليم. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا استاذ؟ تعال على مكتبك. لا والله بتقول على مكتبك عليا الطلاق بتاعك. لا انت نظر المدرسه ما يصحش. شوفوا يا جماعه، الوزارة وضعت خطة لتطوير التعليم في منتهى الخطورة والموضوع بقى عاجل جدا. الله أكبر. وأنا شرفت بإن أنا أتابعها وأنفذها في المدارس. أنتوا طبعا عارفين إن إحنا ترتيبنا في التعليم 139 من إجمالي 140 دولة، يعني المركز قبل الأخير، ومفيش بعدينا غير غينيا بس. وأنا هدفي إن إحنا نحافظ على المركز ده وما نخليش غينيا تسبقنا أبدا. أيوه أداه وأدود يا فندم، الرجل المناسب في المكان المناسب. قول لي يا أستاذ محمود، ايه اهم مشاكل بتواجهك في المدرسه؟ والله ما اخبيش عليك يا فندم، هم كتير. يعني مثلا عدد الطلاب اكتر من الفصول. لا ما احنا بقى ايه، ندي الولاد بقى جمعه وسبت اجازه والخميس نص يوم، ونكربسهم كلهم الايام الدراسيه من الحد للخميس ونقول الدنيا زحمه. لا ما هو مش كده، معلش. شوفوا يا جماعه، خطه التطوير الجديده المدارس بقت 24 ساعه 24/7. عارف ماكدونالد؟ ايه شيفتات، يعني انا اصلي الفجر واعدي الاقي المدرسه دي بتشغي كده والطلبه فيها زي الفل. مفهوم الكلام ولا انتوا عايزين غنيه تسبقنا؟ لا ما تقولش كده. لا انتوا عايزين غنيه تسبقنا واحبطوني، شكلكم محبط. ما يقدرش يا استاذ سيد حد يسبقني. بعدين تعالوا هنا، هما العيال ليه ما بقوش يزوغوا زي الاول ويروقوا المدارس كده ويقللوا العدد؟ ها بيحاولوا يا فندم، والله بيحاولوا، بس احنا حضرتك علينا السور حبتين وكمان حطينا خوازيق اكمل العيال ما تمطش. طبعا. شوف يا ابراهيم، أنا أمي دايماً كانت تقول لي يا سيد الممنوع مرغوب. معقولة؟ السيدة الوالدة هي اللي مألفة الجملة الخطيرة دي؟ يا صارت في وجداني يا أستاذ سيد. ما تزدش يا إبراهيم، هي بتستخدمها بس مش مألفاها. بغض النظر، الشاهد العيال لما بينطوا من الصور بناطيلهم بتتنتش وما بينبناش غير إن أهليهم الغلابة بيشتري لهم بناطيل تانية. استفدنا إيه؟ إبراهيم شيل الخوازيق يا ابراهيم. حاضر. شيل ابراهيم. ايوه يا استاذ سيد. شيل الخوازيق يا ابراهيم. هشيل الخوازيق. اللي عاوز يتعلم اهلا وسهلا، اللي مش عاوز يتعلم ابراهيم. ايوه يا استاذ سيد. شيل ابراهيم شيل الخوازيق. شيل الخوازيق يا محمود. انتوا عايزين غنيه تسبقنا؟ ما تقولش كده يا استاذ. والله اسلوبكم كده. كيف من بوقك. بعدين هم يعني الولاد بيزوغهم يروحوا فين؟ يا على القهوه يا البلاي ستيشن يا مدرسه البنات يا فندم. سهله دي. مش احنا عندنا حوش المدرسه حد بيعمل بيه حاجه؟ خالص، نقفل ركنه كده ونعمل فيه سايبر ونجيب ترابيزه بلياردو وترابيزه بينج على شويه براندات وكافيهات وماركات والدنيا تمشي. حتى السناتر ولادنا ما يطلعوش بره، احنا نجيب وحش الفيزياء وديناصور الكيمياء وتمساح الاحياء والبرمائيات دي كلها يبقوا معانا. يبقى ابني لما يزوغ يبقى في حضني، ما يبقاش ابني على كتفي ودور عليه ولا ادور عليه. يا ما تدورش يا استاذ سيد. انت عارف حضرتك يا فندم، انا قريت على جوجل ان الطالب بره ممكن يذاكر في البيت عن طريق النت ويروح المدرسة يمتحن في الوقت اللي هو عايزه وفي المادة اللي هو بيحبها. يعني سيادتك عايزنا نعمل ايه يعني دلوقتي؟ معلش يعني احنا بقى نروح نركب للعيال في البيوت رواتر، ها، ونجيب لهم تابلت ونقول له ذاكر يا حبيبي على مزاجك وقت ما انت عايز، وشوف والنبي عايز تمتحن ايه ونقي بقى المادة اللي انت عايزها من المينيو بتاع الوزارة ديليفري. طب بلاش يا فندم، انا اقصد تطوير المناهج. انا قريت على جوجل ان هم بره طوروا فعلا التعليم. يا ساتر. ايوه عن طريق تحديث المناهج بس. ومالها المناهج بتاعتنا يا استاذ محمود؟ ها مالها المناهج بتاعتنا؟ انت هتركب بقى الموجه بتاعت المناهج بتاعتنا وحشه والكلام الفارغ ده؟ وانت لولا المناهج بتاعتنا كنت عرفت في حياتك ان في الحرب العواني ولدت طفلا ومن لبن المعامع قد سقطوا. كنت هتعرف دي؟ ده انا بدوخ على لبن المعامع ده ما بلاقيهوش، في المناهج بتاعتنا موجود يا حبيبي موجود. مالكم؟ كفايانا بقى جلدا للذات يا جماعه، كفايه. لا كفايانا يا استاذ سيد فعلا. لا انا حاسس ان انتوا عايزين غنيه تسبح. لا بلاش غنيه كده، انا على الله. اهدى يا استاذ سيد، اهدى يا استاذ سيد كده. انا بصراحه كده يعني في حاجه كنت عايز افتحك فيها، بس انا مستحي.
بصراحة محرج أقول لك يعني بصراحة. أنا عارف يا إبراهيم، عارف قصدك، أنت بتتكلم عن ضرب المدرسين. فهمتك. إحنا عملنا لجنة منبثقة من لجنة تطوير التعليم، عملت اتفاقية استيراد مجموعة من سيوف الساموراي. أيوه، وهنعمل دورات تدريبية للمدرسين على الفنون القتالية، وإن شاء الله هيكون في خبير مفرقعات مقيم معانا في المدرسة 24/7. الله الله عليك يا أستاذ سيد. الله، اتعلم يا والي، اتعلم اتعلم من تلابيب تلافيف مخه. إيه ده يا أستاذ سيد؟ أنت مخك سيم سيم؟ أستاذ إبراهيم بقى قلت لك ما تزيدش قوي كده، دي حاجات بسيطة. أنتوا بس والله اللي مش عايزين تتعبوا ولا تشغلوا دماغكم، وشكلكم كده عايزين غنية تسمع. ما تقولش لا. والله عايزين غنية تسمع. أنا حاسس بكده. هم خوفوني في الوزارة وجيت شفتها بعيني. إيه؟ طيب أنا اطمنت عليكم يا جماعة. أحب إن شاء الله أجيلكم الجمعة اللي جاية أو أي وقت ألاقي المدرسة جميلة نظيفة وأهم حاجة إيه؟ ومتطورة. يلا أشوفكم على خير. لا عليا الطلاق، ما انتهي من مكانك. هو أنت لسه قعدت؟ أنت لسه قعدت يا أستاذ سيد؟ يا أستاذ سيد اقعد وطورنا، طورنا أكتر، طورنا يا أستاذ سيد. معلش يا إبراهيم، أصل أنا جايب شوية سمك ولسه هعدي على الفرن علشان اشويهم وكده، وبعدين انا وريش غيركم. انا وريش، انا بطوركم انتوا بس، ده انا ورايا هم ما يتلم. ده انا لسه هروح على شرم اسيب العيال وامهم وانشط السياح، وبعدها ارجع المحله عشان ادعم الصناعه، وبعدها افوت على الشرقيه اشقر على الفلاحه، وبعدين امر على القنال اشقر على الملاحه. هم اخطبوط والله يا فندم. لا مش اخطبوط ولا حاجه، ده شويه سمك بول هنعدي على الفرن كده نشويهم وخلاص. يلا بينا يا استاذ سيد. يعني عندي سؤال كده ولو فيها اساءه ادب مني، هو الاستاذ معاك في هيئه التطوير؟ لا ده مش من التطوير، ده ده رامي ابن اختي بينزل معايا كل جمعه يشيل معايا السم. انا بقيتش اقدر امشي، انت مش غريب، العظمه كبرت، اجي امد ما اقدرش امشي، ما اقدر. ولا عايزين غنيه تسبقني؟ لا تسبقك. لا امد انا بقى التعليم ولا تسبقك. يلا يا جماعه انا كده اطمنت عليكم، واوعوا اجي في اي وقت الاقي غنيه سبقتنا. سلام عليكم.